Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force, against something like 75,000 Taliban. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. ما حدث بعد أسابيع قليلة من تلك الثقة الأمريكية الكاملة كارثي بكل المقاييس. 20 عاماً من التدريب والتحضير و90 مليار دولار أنفقتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لبناء جيش أفغاني وتزويده بأقوى وأحدث المعدات، لكنه سرعان ما تبخر وانهار في غضون أيام أمام جماعة يفوقها عدداً بنحو 5 أضعاف. أما الصدمة الكبرى فهي ألا مقاومة تذكر من وحدات الجيش الأفغاني، بل على العكس تماماً، هربت بعض الوحدات عن مواقعها وتوصلت وحدات أخرى لاتفاق استسلام كامل لطالبان، بينما فرت وحدات أخرى بمعداتها إلى الدول المجاورة. أسباب الانهيار: النمط الغربي. بلغت أعداد الجيش الأفغاني أكثر من 300,000 مقاتل، وكان يفترض أن يكون قادراً على مواجهة قوات طالبان التي لا تزيد عن نحو 75,000 يقاتلون بأدوات واستراتيجيات عسكرية بدائية وعشوائية، غير أن الأمريكيين أخطأوا عندما قرروا بناء جيش على النمط الغربي في واحدة من أفقر دول العالم، وفي مجتمع تبلغ نسبة الأمية فيه أكثر من 60%، وبعيد جداً عن الثقافة الاجتماعية والسياسية، ويفتقر للإحساس بالوطنية الذي تتمتع به الجيوش الغربية. كل ذلك خلق جيشاً أفغانياً كرتونياً هشاً، وجندياً يرى في عتاده حملاً ثقيلاً يعرقل هروبه من قوات طالبان التي بدأت تستلم المدن الأفغانية واحدة تلو الأخرى بالقوة أحياناً وبالود أحياناً أكثر. الفساد. لم يشكل الانهيار السهل للجيش مفاجأة لأي من مراقبي الشأن الأفغاني، فالقلق من الفساد المستشري بين القيادات العسكرية والسياسية في أفغانستان كان عنواناً متداولاً من مدة طويلة في الإعلام الغربي. فساد قوض قدرة الجيش على إدارة الموارد والمعدات، وعانى الجنود المقاتلون من الإمداد